الرابعة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، مواد نشرة إخبارية شاملة من النيل، أهلا بكم. نبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين السادات وعبد الناصر، ويرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 19 قتيلا على الأقل حصيلة 3 أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق. مقتل 4 أفراد من الشرطة الفرنسية إضافة إلى المهاجم في حادث هجوم في باريس. إلى التفاصيل. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والزعيمين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد. وعقب المراسم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. تناول الاجتماع الملفات ذات الصلة المتعلقة بدور القوات المسلحة في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجند المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وعقب المراسم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بالتأكيد لنا في الماضي دروس وعبر، وبالتالي ما هي الرسالة التي يجب التأكيد عليها في مثل هذه الذكرى، خاصة مع تعدد التحديات التي تواجه مصر في هذه الآونة؟ طبعا في هذه الذكرى العطرة التي يتم فيها الاحتفال كل عام بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، يتم فيها هذا التقليد من تكريم للشهيد المصري وللجندي وللمحارب وللمقاتل المصري في هذه الذكرى العطرة. وهذا التقليد متبع سنويا بيقوم به رئيس الدولة وتحية أسرة الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام
وأسرة الرئيس جمال عبد الناصر، ثم بيتولى بعد ذلك اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذه الذكرى دائما نتذكر أن الكرامة المصرية والكرامة العربية أعادها الجندي المصري والمقاتل المصري من خلال إرادة قوية وشعب قوي يقف وراء قواته المسلحة وراء قياداته في جميع المواجهات التي تتم لحفاظا على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. وفي ظل هذه الظروف بالذات التي تمر فيها البلاد والمنطقة من مكافحة شديدة ومقاومة ومواجهة للأعمال الإرهابية والإرهاب ولمحاولات تفتيت المنطقة ودول المنطقة، فهذه الذكرى دائما نستمد منها الدروس والعبر والدروس المستفادة، نقاط القوة التي تم تحقيقها وتنميتها، وخاصة الولاء والانتماء وروح الإرادة والروح القوية التي نستمدها دائما من تراب هذا الوطن ومن تاريخه المجيد ومن تاريخ قواته المسلحة وشرطه. أيضا يعني سيادة اللواء، مع اختلاف شكل التهديدات في هذه المرحلة وتعددها في الحقيقة، ربما هناك دور للجبهة الداخلية في الوقوف صفا واحدا والتكاتف لمواجهة هذه المخاطر ومواجهة كثير من الشائعات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، وبالتالي كيف هو الدور الذي يجب أن تقوم به الجبهة الداخلية حتى يمكن الحفاظ على هذا الأمر؟ الجبهة الداخلية دائما وعبر تاريخ طويل منذ حرب 56 ثم لها 67 ثم ما تم تحقيقه في 73 ثم ما يقوم به الشعب المصري الآن من معركة هامة جدا وقوية، مواجهة الإرهاب ومحاولة القضاء عليه وأعمال التنمية وبناء مصر الحديثة، كل هذا يتأتى من خلال تماسك الشعب وقوة الشعب ومواجهته اللي حرب الشائعات زي ما حضرتك تفضلت ووسائل الإعلام الموردة. وإحنا متعودين على كده على فكرة من أيام 56، أنا نفسي كنت بسمع، كان في إذاعات الإذاعات الأجنبية التي تبث في على حبر موجات، كان الراديو في هذا التوقيت، فهذه الأمور كلها بالكامل سواء كانت هذه الوسائل الدعائية أو الإعلامية الكاذبة المزيفة والتي تبث الإشاعات، ويمكن السيد الرئيس تعرض لهذه هذا الموضوع من قبل، حوالي 20,000 إشاعة في فترة بسيطة جدا يتم إطلاقها بغرض التأثير على الروح المعنوية وعلى لحمة واتحاد وهذا الشعب المصري العظيم الذي يقف خلف قياداته وخلف قواته المسلحة والشرطة. تفضل. بشكرك سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. يواصل معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية فتح أبوابه وتقديم فعالياته لليوم الثاني على التوالي. يهدف المعرض الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى تشجيع العارضين وأصحاب المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية للصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي، وذلك لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني. واتصالا تنضم إلينا مباشرة من مركز المنارة حيث مقر انعقاد المعرض مراسلة النيل هناك أسماء حسن. أسماء، كيف تتابعين إذن الأجواء لديك في معرض تراثنا للحرف اليدوية، أيضا حجم الإقبال الجماهيري على المعروضات؟ تحية لك في البداية أمل، تحية للسادة المشاهدين. بالفعل ما زال المواطنون يتوافدون على معرض تراثنا للتعرف على المنتجات التراثية والحرف اليدوية والمعروضات المختلفة والتي تمثل جميع محافظات الجمهورية خلال اليوم الثاني من المعرض. أؤكد لك أيضا أن العارضين اعتبروا أن افتتاح هذا المعرض بمثابة فرصة لهم للترويج لمنتجاتهم وكذلك زيادة الإنتاج. أيضا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم شاهدت كل المنتجات التي تمثل طبيعة البيئة سواء السيناوية أو صعيد مصر أو جميع البيئات من مختلف محافظات مصر. وجدت أن الخيامية وكذلك المنتجات اليدوية والمنتجات النحاسية وكذلك الجلدية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا بعض أو أحد العارضين في هذا المعرض الأستاذ عبد الرحمن آدم. أستاذ عبد الرحمن، أهلا بك معنا على الشاشة. أهلا وسهلا بحضرتك. بيكون عايزين نعرف من حضرتك يا فندم
الفندم الجديد اللي بتقدموه هذا العام في هذه الدورة في معرض التراث؟ احنا السنة دي الحمد لله قدرنا ان احنا بمثابة حدث كبير جدا افتتاح المعرض الحمد لله. طبعا شكرا جدا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وشكرا جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احب اقولك ان ده بمثابة اكبر حدث تراثي للمنتجات اليدوية المصرية على مدار السنين اللي فاتت. احنا الحمد لله اكتر من 500 عارض تقريبا، كلنا بنقدم افضل ما عندنا، كلنا اشتغلنا على الموضوع ده من فتره كبيره جدا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نطلع شغل يليق بالافتتاح العظيم ده. كنت عايز اعرف من حضرتك ماذا تحتاجون للترويج لمنتجاتكم كعارضين؟ تمام، كعارضين احنا محتاجين الفتره الجايه زياده المعارض الداخليه والخارجيه، محتاجين دعم زياده من الجهات الحمد لله جهات صندوق تنميه المشروعات، محتاجين تسويق الكتروني، لان احنا تقريبا دلوقتي 2019 افضل انواع التسويق اللي موجوده حاليا هو التسويق الالكتروني. ده حاجه يعني اعظم انواع التسويق اللي موجوده حاليا. خلاص نظام ان انت تقدم منتج وان انت تقعد تتحرك بيه، لا، ما فيش حاجه تليق بالمنتج المصري ولا بالحرفي المصري الاصيل غير معرض عظيم زي اللي احنا متواجدين فيه الان. لاحظت خلال الجزء الخاص بك بعض المعروضات التراثيه المتمثله في البيئه الصعيديه، سواء البلاص او العروسه، كلمنا عن المنتجات الخاصه بك. المنتجات الحمد لله ان احنا عندنا منتجات متنوعه جدا وكلها بتشتغل على احياء التراث المصري القديم. اللي هو ايه عندنا مثلا؟ عندنا الكلوب الصحراوي اللي اكيد طبعا مصر كلها عارفاه، عندنا اللمبه الجاز بمقاساتها 1 و2 و3 و4 و5، اللمبه مقاسات اللمبه الجاز المعروفه اللي الناس كلها عرفتها وحفظتها، عندنا الزير البلاص، عندنا الجاروف، عندنا كل الحاجات القديمه، الجرادل، الحلل الالومنيا، الحاجات اللي الناس بطلت الفتره الاخيره انها تستعملها او تجبر عليها، احنا قعدنا صياغتها بشكل مختلف وشكل جديد. الالوان، الوان مبهجه، الوان مبتكره، فوشيا، اصفر، تركواز، الالوان المفرحه دي، وبنحاول نقدمها للسوق المصري في 2019، وان شاء الله يا رب تنال اعجاب الجميع. والحمد لله زياده من الصبح الشغل عجب الناس جدا، الناس يعني كله عنده تعليقات ان الشغل جميل مختلف اول مره، فدي كلها حاجات الحمد لله نجاح يعني الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز اعرف من حضرتك يا فندم ما رايكم في قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان يكون هذا المعرض بشكل دوري؟ هو قرار كويس جدا وقرار حلو جدا، بس طبعا بالنسبة لان احنا نعمل القرار ده فانا متأكد ان يعني هنحتاج ادارة عالية جدا تدير الموضوع. طبعا ان هو يكون بشكل دائم ده تكلفة يعني كتر الف خير الدولة بجد، تكلفة بجد تكون عالية عليهم، بس انا متأكد ان احنا عندنا الادارة وعندنا التنظيم القادر على ادارة الحدث ده، لانه بالفعل زي ما احنا شايفين ولفينا ورحنا كل مكان، كل حرفي متواجد داخل القاعة فعلا على قدر مهارة عالية جدا، فأنا شايف أنه لا يقل تماما أن احنا نفضل موجودين. طبعا نفضل موجودين، يعني قرار حكيم جدا طبعا. شكرا جزيلا. العفو. وأؤكد لك أمل أن المعرض أو ضيف شرف هذا المعرض في هذه الدورة هي محافظة المنوفية، يستمر هذا المعرض حتى 6 أكتوبر. أيضا أؤكد للسادة المشاهدين أن دخول معرض تراثنا مجانا للجمهور. إليك مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا أسماء حسن مراسلة النيل، كنت معنا مباشرة من مركز المنارة. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرضا للتجهيزات المكتبية للمقر الإدارية للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. المعرض أعده تحالف من الهيئة العربية للتصنيع وكبرى شركات الأثاث المصرية الخاصة، ويأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالإسراع بتجهيز مباني الوزارة ومختلف الأجهزة الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة إعمار مصر للتنمية حول النزاع بشأن مشروع هضبة المقطم. ويأتي اتفاق التسوية في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.
عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اجتماعا مع مساعدين ومديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرنس لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة. استعرض الوزير خلال الاجتماع الأبعاد المختلفة للوضع الأمني، مشددا على أهمية استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمي بالمنطقة. أوضح وزير الداخلية أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التي تحققت، إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية ما زال قائما رغم تلقيها عدة ضربات استباقية موجعة. ضبطت الرقابة الإدارية عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة وموظفون بالجهاز الإداري للدولة ومنتحلو صفة موظف عمومي وبعض الأشخاص من أصحاب المهن. كما نجحت الهيئة في تنفيذ 13 قضايا جنائية مباشرة وسبع قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة، كما تم مواجهة انحراف 80 موظفا عاما. قتل 19 شخصا على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء في حركة احتجاجية تطالب برحيل الفاسدين وتأمين فرص عمل للشباب امتدت حاليا لتطال معظم المدن الجنوبية. يأتي هذا في حين قررت الرئاسة الثلاث تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين وإطلاق حوار وطني شامل حول الإصلاح والسعي لتوفير فرص عمل. بعد ساعات من إعلان حظر التجوال في العاصمة العراقية بغداد، دوت مجددا أصوات الرصاص لتفريق موجة جديدة من المظاهرات المناهضة للحكومة. تجدد المظاهرات يأتي استكمالا للاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي ضد تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد والبطالة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ممنوع التجوال زين ولا اقسم اقسم بالله ما راح نتراجع، نطالب بابسط حقوقنا وفي محاولة منها لكبح الاحتجاجات أعلنت السلطات حظر التجوال في بغداد حتى إشعار آخر، كما اتخذت القرار نفسه في المدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبي البلاد. وفي حين تقول السلطات إن حظر التجوال يهدف إلى حماية السلم العام، رفض المتظاهرون القرار مؤكدين استمرار التظاهر لتحقيق مطالبهم. سووا للحكومة الخيرة، اعتقلوا جماعتنا، سووا يا أشياء، سووا يا جماعتنا أشياء ما سووا يا داعش، ضربونا وهانوهم وطلق حي ضربون ورمان، كل هاي سووا يعني. احنا شو مسوين؟ مفجرين نابين جايين نطالب بحقوقنا، بحقوق كل هاي الناس. ويعاني العراق من ترد شديد في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، إلى جانب انتشار الفساد والبطالة. واتسعت دائرة الاحتجاجات التي لم ينادي لها أي حزب أو طيار ديني على مدى اليومين الماضيين إلى المحافظات الجنوبية، وباتت الاحتجاجات تشكل اختبارا حقيقيا لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتهدد أيضا بقائها ولم تكمل بعد عامها الأول في السلطة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف نظار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي من واشنطن. إذا أستاذ نظار، هل الحكومة العراقية قادرة على مواجهة هذا الأمر والوصول إلى تهدئة ترضي الشارع العراقي خاصة في الجنوب، أم أن الأمر مرشح للتصعيد في الفترة القادمة؟ نعم، شكرا جزيلا. هي قادرة إذا أرادت ذلك. يعني يفترض أن تستوعب الحكومة العراقية هذه التظاهرات من خلال تقديم حزمة حقيقية من الحلول، خاصة وأن مطالب المتظاهرين مطالب دستورية وحقيقية وإنسانية في نفس الوقت. هم لا يطلبون أكثر من فرص العمل، القضاء على الفساد، موضوعة الكهرباء، الماء الصالح للشرب وإلى غير ذلك. وهذه حقيقة قضايا يعني مطالب طبيعية جدا ولا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال، بل حتى أن الحكومة العراقية نفسها دائما تتحدث عن هذا الشيء، تقول هي لا تنكر أن العراق يمر بمرحلة من تردي الخدمات ومن انعدام فرص العمل وإلى غير ذلك، لكنها للأسف الشديد
لم تفعل الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله لتجاوز كل هذه المشاكل. لذلك انفجر الشارع العراقي هذه المرة. طب إذا من وجهة نظرك ما هي الأسباب وراء هذا الأمر؟ عدم قدرة الحكومة على تلبية هذه المطالب، هل هذا يعود إلى بعض التحديات الإقليمية الموجودة؟ هل يعود إلى الخلافات بين الكتل السياسية التي ربما تعوق عمل الحكومة حتى الآن؟ أم ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر؟ نعم، السبب الحقيقي هو المحاصصة، المحاصصة التي تشل الحكومة العراقية وكذلك تشل حتى مجلس النواب. لهذا السبب نلاحظ أن التشريعات التي تصدر على مجلس النواب يعني تعد بعدد الأصابع اليد في العام الواحد، وهذا طبعا شيء يعني دليل على فشل مجلس النواب. مجلس النواب عمله، مهمته، واجباته الدستورية هو أن يلاحق متطلبات الشعب ومتطلبات الدولة من خلال تشريعات مستمرة، تشريعات ربما تكون يومية، لكننا نلاحظ أن تشريعات ضعيفة جدا وقليلة جدا، وبالتالي التنفيذ الحكومي يكون قليل جدا، وكل ذلك بسبب المحاصصة التي تشل كما قلت تشل عمل الحكومة وتشل عمل مجلس النواب على صعيد التشريع وعلى صعيد الرقابة. بشكرك الأستاذ نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي من واشنطن. قتل 4 من عناصر الشرطة خلال اعتداء بالسلاح الأبيض وقع داخل مقر للشرطة في باريس، أدى أيضا إلى مقتل المهاجم بالرصاص. هذا وقد فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول مقر الشرطة الواقع في قلب باريس، كما أغلقت هيئة مترو الأنفاق محطة المترو القريبة من موقع الهجوم كإجراء احترازي في الوقت الذي توجه فيه وزير الداخلية إلى موقع الحادث. يأتي ذلك بينما كشفت التحقيقات أن منفذ الاعتداء كان موظفا في مقر الشرطة، إلا أنه لم تعرف دوافعه حتى الآن. للمزيد من المتابعة انضم إلينا مباشرة من باريس الأستاذ خالد شقير الإعلامي. أستاذ خالد، يعني في ضوء من كشف عنه من تفاصيل بخصوص المتهم أو مرتكبي هذا الحادث، إنه الرجل هو موظف إداريا داخل مقر تابع للشرطة، هل انكشفت بعض الدوافع؟ ما الذي يدفعه إذن للقيام بهذا الأمر أو باستخدام السلاح الأبيض؟ مساء الخير زميلتي العزيزة أمل، تحياتي بك ومشاهدين قناة النيل الأخبار مرة أخرى. سبقت يعني هذا الحادث وهذا الاعتداء مظاهرة بالأمس شهدتها العاصمة الفرنسية باريس لاحتجاج على ظروف العمل التي يتعرض لها أفراد الشرطة أو العاملين في قطاع الشرطة الفرنسية بعد الاحتجاجات الكثيرة جدا اللي شهدتها فرنسا في السنة الأخيرة، اختطاف الصفاء وغيرها. في هذا العام زميلتي العزيزة تم يعني الإعلان عن 52 حالة من حالات الانتحار لأفراد الشرطة الفرنسية. اليوم تمام 1:15 تقريبا بالتوقيت الفرنسي والتوقيت القاهرة، يعني توقيت كل من باريس والقاهرة، يعني حصلت صدمة كبيرة عندما سمعنا أن هناك اعتداء، والاعتداء حدث بمديرية أمن باريس العاصمة الفرنسية في أكثر الأماكن يعني تأمينا في الحي الرابع أمام نوتردام. عندما سمعنا هذا الاعتداء خوفنا كثيرا، ارتبط يعني ارتباط الاعتداءات بالاشتكين في الفترة الأخيرة بالحوادث الإرهابية، ولكن كما أشرت أنت في الخبر هو موظف يعمل داخل قطاع الشرطة الفرنسي وليس شرطيا، ولكنه موظف داخل قطاع الشرطة الفرنسي يعمل في مجال جمع المعلومات، متوظف من 20 سنة داخل هذا القطاع، ليس له أي سابقة أو سوابق أخرى. طيب أستاذ خالد، 45 نعم 45 عام عمره، تفضل يا فندم. طيب من أي مدى يمكن إذن الربط بين هذا الحادث وبين المظاهرات والحديث عن تراجع في الظروف الاقتصادية أو مصدر الدخل لموظفي الشرطة اللي أدت الانتحار كما تفضلت وذكرت؟ أنا أعتقد أن الجميع يتحدث عن أنها حالة فردية لهذا الرجل، أصابته حالة هستيرية من الجنون نتيجة لبعض من الضغوط. بعض من المصادر القريبة منه تقول أنه
كان عنده مشاكل مع مرؤوسيه، وهناك آخرين يتحدثون عن مشاكل شخصية ومادية كان يتعرض لها هذا الشخص الذي تم التعامل معه وتصفيته من قبل أحد قوات أحد أفراد الشرطة الفرنسية الذي وقع باكيا لأنه قام بتصفيته لأنه زملاء في العمل. ولكن هذا الحادث جعل الرئيس ماكرون هو الآن متواجد في مقر الشرطة الرئيسي في باريس مع وزير داخليته ورئيس الوزراء، وهناك خلية أزمة وهناك خلية نفسية لتقديم النصح لبعض من الضباط في الشرطة والعاملين في هذا القطاع وفي هذا المركز. بالتأكيد صدمة كبيرة جدا، ولكن نحمد الله أنها عملية فردية وليست عملية إرهابية، وهذا أكيد. يعني يدعونا للاحتراز من كل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العاملين في هذا في كل القطاعات. يعني الأزمة العالمية تسبب كثير من المشاكل. أشكرك شكرا جزيلا خالد شقير، كنت معنا مباشرة من باريس العاصمة الفرنسية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تنتظر وفاء الرئيس الأمريكي بوعده الذي أطلقه عام 2018 بسحب القوات الأمريكية من سوريا. وقال لافروف إن الأساس الوحيد الشرعي للاعبين الخارجيين على الأرض السورية يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية أو استنادا إلى قرار بهذا الشأن من جانب مجلس الأمن. حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية من التعاون مع الولايات المتحدة متوعدا إياها بالعقاب على ذلك. وقال المعلم إن الحكومة السورية تتعامل معهم على أنهم مواطنون سوريون، مؤكدا أنه ستتم محاسبة من يتعاون منهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعرب وزير الخارجية السوري أيضا عن قناعته بضرورة أن تعود المنطقة الخاضعة لهم منذ أن حررتها من تنظيم داعش بدعم من الغرب إلى سيطرة حكومة دمشق، داعيا الأكراد إلى عدم التوهم بالوعود الأمريكية. يؤدي الكنيسة الإسرائيلي في 17 من أكتوبر الجاري اليمين الدستورية بغياب حكومة جديدة، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته يسعى لتشكيلها للبقاء على رأس السلطة بعد انتخابات تشريعية لم تحمل إليها أو إليه جديدا. يأتي هذا فيما بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولاته الأخيرة لدرء شبح صدور اتهام رسمي له بالفساد، إذ طلب محاموه بعدم توجيه الاتهام له في وقت يهدد فيه مأزق الانتخابي بفض سيطرته منذ فترة طويلة على السلطة. لا تزال قضايا الفساد تطارد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، حيث بدأت بالفعل جلسات الاستماع التمهيدية قبل محاكمته. نحن نتوقع الجزء الثاني من جلسة الاستماع السابقة للائحة الاتهام في القضية رقم 4000. لقد بدأنا بالأمس وتناقشنا لمدة 11 ساعة. نتوقع يوما كاملا من الدفوع القانونية اليوم على أن يتم استئناف القضيتين التاليتين الأسبوع المقبل. الجلسة هي الخطوة الأخيرة قبل توجيه اتهامات رسمية، والتي تأخرت عدة مرات بالفعل، وتلقي هذه الاتهامات بظلالها على جهود نتنياهو لتمديد حياته السياسية. قدمنا بالأمس نصف دفوعنا القانونية في القضية رقم 4000، واعتقد أن الدعاوى قد تم سماعها، وهي دفوع حقيقية وجيدة ومثيرة للدهشة، وهناك أدلة جديدة، هناك تفسير جديد لكل ما تمت مناقشته في مسودة قرار الاتهام. اليوم سنواصل ذلك أملا في أن نتمكن من إقناع المحكمة، ونحن على يقين من أنه في نهاية اليوم عندما تنتهي هذه الأيام الأربعة ستغلق هذه القضايا وسيتم إغلاقها. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام، وتأتي بعد أسبوعين فقط من الانتخابات غير الحاسمة الثانية في إسرائيل. وقد أوصى المدعي العام بإدانة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخرق الثقة في 3 قضايا مختلفة. ومن المقرر صدور القرار النهائي للنائب العام بشأن توجيه لائحة التهمات لنتنياهو بحلول نهاية هذا العام. انطلقت اليوم الحملة الدعائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 3 من أكتوبر الجاري
داخل تونس. يتنافس في الدورة الثانية المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل الأموال وتهرب ضريبي. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت الانتهاء من توصيل كافة المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع بالخارج تمهيدا لبدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية اعتبارا من غدا الجمعة وحتى الأحد القادم. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد وقفتنا الاقتصادية. اليوم جلسة استماع في الكونغرس للمبعوث الأمريكي السابق إلى أوكرانيا كورت فولكر في إطار إجراءات عزل ترامب. والآن وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية وجولة في أخبار المال والأعمال. الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة مع هبة النحاس. إليك هبة. شكرا لزملائي أمل ومحمد. وهذه هي الوقفة الاقتصادية في هذه البانوراما، وفيها مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات. مرحبا بكم مجددا. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة. وأوضح مدبولي أن المجلس وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين. وفيما يتعلق بباقي الصناعات، سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء. استعرض البنك المركزي المصري اليوم في مؤتمر صحفي مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمعروف باسم قانون البنوك، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه. قال البنك المركزي إن إعداد قانون البنوك الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي. يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها. أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن توافر الأرز الأبيض بكميات كبيرة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، خاصة في ظل حصاد المحصول الجديد. وأشارت الغرفة إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع، سواء من الإنتاج المحلي هذا العام أو الكميات الموجودة في الأسواق، تكفي احتياجات البلاد حتى منتصف عام 2021.
وإلى مؤشرات البورصة المصرية، حيث تبين أداؤها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليبلغ 713 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه. هذا وقد قرر البنك المركزي والبورصة المصرية اعتبار يوم الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة البنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر. قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم إن المصرف مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقاومة بالدولار، وصفا ذلك بالخطوة الضرورية لحماية مصداقية لبنان في الأسواق. وتستحق سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار السداد في نوفمبر المقبل. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه يأمل في أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 والتي ستعطي إشارات إيجابية للأسواق عبر تخفيض العجز في الميزانية. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن سلمان إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي، وأنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية. وأبلغ الوزير خلال مؤتمر الطاقة في موسكو اليوم أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا. أظهرت بيانات رسمية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا تراجع بأكثر من المتوقع إلى 9.26% على أساس سنوي في سبتمبر، منخفضا بقدر كبير مقارنة مع 15% في الشهر السابق. وارتفع التضخم السنوي في سبتمبر من العام الماضي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاما عند ما يزيد عن 25% في أكتوبر بسبب أزمة العملة في تركيا والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود. مشاهدينا، هذه نهاية هذه الوقفة الاقتصادية في هذه البانوراما، وعودة مرة أخرى إلى زملائي أمل ومحمد في الاستوديو. شكرا لك هبة. تعقد اليوم جلسة استماع في الكونغرس للمبعوث الأمريكي السابق إلى أوكرانيا كورت فولكر في إطار إجراءات عزل الرئيس ترامب. من جانبه شن ترامب هجوما شرسا على خصمه الديمقراطي المحتمل جو بايدن، بالإضافة إلى وسائل إعلام وصفها بالفاسدة وبرلمانيين اتهمهم بالخيانة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي تجنب خلاله الرد على العديد من الأسئلة المتعلقة بملف القضية الأوكرانية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه الجمهوريون عن إحباطهم إزاء تعامل البيت الأبيض مع التهم التي وجهها النواب الديمقراطيون للرئيس ترامب بإساءة استخدام السلطة ومطالبات عزله. على الجانب الآخر، أكد المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن أنه لا يعتزم المغادرة إلى أي مكان، وذلك ردا على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له ولابنه بالفساد. كما صرح بايدن بأنه ليس مندهش لقيام ترامب بطلب الدعم من دولة أجنبية في إشارة إلى أوكرانيا من أجل التغلب عليه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام المقبل. كان ترامب قد اتهم بايدن ونجله هانتر بالفساد في تعاملاتهم مع أوكرانيا بدون تقديم أي دلائل على تلك الاتهامات، وطلب من نظيره الأوكراني تحقيقا في هذا الأمر. يبدأ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم زيارة لكوبا تستغرق يومين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في المجال الاقتصادي. تأتي زيارة ميدفيديف في وقت حرج بالنسبة إلى كوبا التي تسعى إلى الحصول على دعم دولي من حليفتها روسيا والصين، خاصة وأن الولايات المتحدة تواصل فرض عقوبات اقتصادية على الجزيرة التي تتهمها واشنطن بأنها تدعم عسكريا حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا من الأخبار بعد الفاصل. بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية استمرت 8 أيام
هبوط أول رائد إماراتي على الأرض بنجاح. عاد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي دخل التاريخ لكونه أول مواطن من دولة عربية يقيم في محطة الفضاء الدولية، عاد اليوم إلى الأرض بعد مهمة استمرت 8 أيام. وحط المنصوري الذي أصبح بطلا في بلاده في سهوب كازاخستان كما كان مقررا في مركبة سايوز برفقة الأمريكي هيج والروسي أليكسي أوفتشينشين. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن الطاقم في حالة جيدة، وقام هزاع المنصوري بعلامة النصر بيده أمام الكاميرا وهو جالس على كرسي متنقل حتى يتكيف مجددا مع تأثير قوة الجاذبية. وأمضى هزاع المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية منذ وصوله في 25 سبتمبر. في ختام النشرة، هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين السادات وعبد الناصر، ويرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 19 قتيلا على الأقل حصيلة 3 أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق. مقتل 4 من أفراد الشرطة الفرنسية إضافة إلى المهاجم في حادث هجوم بباريس. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت nal.eg. إلى اللقاء.